في أحد الوحدة غصت الساحات وأثبت اللبنانيون إصرارهم على مطلبهم وهو كل يعني كل. امتلأت الساحات من الشهداء ورياض الصلح وطرابلس وصيدا وصور وزحلة والنبطية وغيرهم، وحمل المتظاهرون العلم اللبناني فقط رداً على ما اعتبروه استفزازاً من التيار العوني الذي خرج بمسيرة إلى قصر بعبدة. كل الهتافات هي مشان لبنان، مشان لبنان وطن موحد غير طائفي، وبتشوف كل أعلام لبنانية ما في غير أعلام لبنانية، بينما المحلات الثانية واضحة في أعلام غير لبنانية وفي تأييد أو هتاف لشخص أو لشخصين ثلاثة، نحن هون للبنان كله. وبعدها بدأ المواطنون بقطع الطرقات في جل الديب وجسر الرنك في بيروت وطريق الشيفروليه وساحة ساسين في الأشرفية وغيرها. المتظاهرون وفي بيان لهم دعوا إلى إضراب عام اليوم للضغط على السلطة، مطالبين بتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من خارج الطبقة الحاكمة تقوم بحملة جديدة ضد الفساد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. رولا الخطيب، العربية.